معانا على التليفون دكتور وليد فارس، مستشار الرئيس الامريكي للشؤون السياسيه. برحب بحضرتك معنا دكتور وليد، اهلا وسهلا. اهلا بكم. فقط للتنويه، خلال الحمله الانتخابيه وليس الان. نعم، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. نعم. دكتور وليد، طبعا احنا هنا بنتكلم عن اهميه هذه الزياره، الملفات المتوقع مناقشتها ما بين الرئيسين، فلو نتكلم بشكل سريع عن رؤيه البيت الابيض وازاي هيتم التعاون وتعزيز العلاقات الثنائيه ما بين البلدين. اولا سيدتي، بعد الشكر، الحاله النفسيه السياسيه هنا في واشنطن ان الاداره وخاصه البيت الابيض واصدقاء مصر في الكونغرس من الحزبين يشعرون بانه حاله الدفء هي عادت وهي يعني تنمو. ما هو مهم هو المشاريع العمليه. هذه الزياره وهذا اللقاء الثنائي بين الرئيسين وبعد ذلك مع اعضاء الكونغرس وغيرهم من الفعاليات، نعم، هي لوضع الاطر الاستراتيجيه، يعني على الصعيد الاقتصادي والإنمائي هذه الأولوية، ثانيا على الصعيد الأمني، وثالثا على الصعيد الإقليمي، وطبعا على صعيد العلاقات الدبلوماسية. هذه الملفات الكبرى التي تمكننا من يعني رصدها بأنها سوف تكون الأهم. قضية مكافحة الإرهاب دي على أولويات الأجندة الدولية لو جاز التعبير، والولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الإدارة الأمريكية الجديدة إن ده بيعتبر الموضوع ده من يعني أولوياته والشغل الشاغل ليه في المرحلة اللي جاية. كيفية التنسيق من وجهة نظر حضرتك مع القاهرة باعتبارها زي ما كنا بنتابع من الداخل الأمريكي شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة، طبعا الفترة الماضية، وهيتم التعزيز على المسألة دي في الفترة الحالية بشكل أكبر؟ يعني دون شك مصر هي دولة مجابهة ضد الإرهاب وليست فقط مساندة، فهي لها جبهة ضد هذا الإرهاب المتمثل في المجموعات المرتبطة بداعش في سيناء وما كان يجري ويجري من أعمال إرهابية ضد أهداف ضمن يعني الدولة المصرية في حدود الدولة المصرية. على هذا الصعيد باعتقادي أنا سوف يكون هنالك درجة أعلى، تكون هنالك درجة أعلى من التنسيق ومن المساعدة والتبادل والتدريب، يعني كما كانت الحال منذ بضعة سنوات ولكن بشكل ربما أدق، لأنه مصر الآن يعني هي تواجه. اثنين، الموضوع الإقليمي. المشاورات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ودول الإقليم الحليفة والشريكة سوف تدخل إطارا أهم، لأنه هنالك ليس فقط المواجهة ضد داعش في سوريا والعراق ولكن أيضا في ليبيا. في ليبيا مخاطر تتعلق بداعش والقاعدة ومجموعات متطرفة أخرى، وهذا يدخل الموضوع إلى قلب أفريقيا. إذن مصر بنظر واشنطن سوف تتحول إلى دولة رئيسية مهمة إقليميا للمساعدة والتنسيق فيما يتعلق مجابهة الإرهاب في المنطقة أيضا. طيب خلينا بشكل أوضح وأكثر تفصيلا، الرؤية الجديدة للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع الإرهاب، إيه نقاط الاختلاف فيها؟ نقاط الاختلاف مع المرحله الماضيه اذا تمكنا من القول، انه كان في هنالك مرحله فتور في العلاقات بين واشنطن ومصر للاسباب الذي نعرفها. الان هذه المرحله سوف يتم تخطيها الى مرحله افضل. هنالك التنسيق المباشر فيما يتعلق بمواجهه الارهاب عبر الحدود، يعني موضوع مواجهه داعش، موضوع مواجهه القاعده. باعتقادي المساله سوف تتطور بشكل ايجابي بين الدولتين ومع الاقليم. أما فيما يتعلق بساحة أخرى هي ساحة مواجهة التطرف الفكري، فهذا أمر فعلا واشنطن تحتاجه، تحتاجه من مصر وتحتاجه من عدد من الدول العربية والإسلامية، لا سيما أنه التجنيد الفكري ونشر هذه الإيديولوجيات هو الذي يحول الموضوع إلى إرهاب فيما بعد. إذن هنا دور مصر ليس فقط مؤسساتها السياسية كالرئاسة ولكن أيضا البرلمان مهم، الأزهر مهم، مؤسسات فكرية أخرى مهمة، إعلام مصر مهم. لذلك أنا أرى مرحلة جديدة من التعاون بين الدولتين. دي نقاط تفاؤل دكتور وليد، لكن في نقطة البعض متخوف منها بشكل كبير نتيجة لمواقف الرئيس الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، والحديث طبعا في وقت سابق زي ما حضرتك أكيد عارف قصة نقل السفارة، لكن أخيرا الخطوة المتعلقة بتقنين الاستيطان والمستوطنة الجديدة اللي تم الإعلان عنها من أيام. فرؤية حضرتك في التعامل مع هذه القضية والموقف العربي وإزاي يتم نقله للإدارة الأمريكية؟ اولا في موقف امريكي تاريخي وفي موقف عربي تاريخي، وما بين الموقفين ممكن ان يجري هنالك تقدم. انا متفائل
فيما يتعلق على الأقل بالنيات الاستراتيجية للبيت الأبيض للرئيس الجديد، و يعني حبه لكي يلعب دورا قياديا وشخصيا في حل هذا الموضوع. هذا فارق ما بينه وبين الإدارات السابقة. الموقف التاريخي الأمريكي هو أنه إسرائيل دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى المواقف التي سمعنا عنها بما فيها نقل السفارة، هذا ليس حتى موقف رئيس، هذا قرار قانون في الكونغرس منذ العام 1995 إذا لم أكن مخطئا. ولكن تنفيذ هذا الموضوع يتعلق بالسياسة الأمريكية الجديدة. الاعتقاد السائد، وهذه ليست معلومات فقط تحليل وتخمين، إنه الرئيس ترامب وإدارته سوف ينسقون أي خطوة كبرى من هذا النوع كجزء من الحل السياسي وليس منفردة عن الحل السياسي. وبالتالي حسب ما نفهم الآن، وقد قيل هذا الكلام في مراكز الأبحاث وقليلا في الصحافة، يريد أن يتشاور مع الأطراف العربية المعتدلة وعلى رأسهم الرئيس السيسي ودول في الخليج والأردن وغيرهم، ليكونوا هم محيطين بالطرف الفلسطيني. يعني هذه المرة المساعي معقدة أكثر، ولكن ربما قد تكون أذكى. ليس الحل أن نرسل بمندوب للشرق الأوسط ومندوب لموضوع السلام، لا، يجب أن تكون هناك تحالفات معينة تسمح للطرف الفلسطيني محاطا بالطرف العربي أن يجلس على مائدة المفاوضات مع إسرائيل من ناحية و الرئيس الأمريكي من ناحية أخرى، ليصلوا إلى حلول فعلية. الآن عندما يتم الوصول إلى هذه الحلول الفعلية، عندها أي قرار ماضي تاريخي قد وقع عليه الكونغرس يمكن عندها تنفيذه، ولكن مع حل أمريكي عربي إسرائيلي مثلث. شكرا جزيلا دكتور وليد فارس، المستشار السياسي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا جزيلا لحضرتك.